Good morning, teacher. قلت خل احط ماسك الفحم يبرد على هالبشرة من المكياج ومن التعب واللوية. طبعا هذا البوكس تعرفونه ايه كامل. تي العلبة مالت الماسك، ماسك الفحم، وتي هذه القطع عشان توزعونه، ويجي معاها المغناطيس، اللقطة اللي الكل يحبها. الماسك هذا ما ينشال ان انت تغسلينه، ينشال بالمغناطيس، يعني افتكيتي من ان الماسك يطيح وشعرك يتدمر. ودنيا احلى اختراع سووه، بس شوية اخليه كذي 20 دقيقة، نص ساعة عادي، بس لما شوية ينشف بشرتي تتشرب تستفيد منه راح اشيله بالمغناطيس. يلا نشيل الماسك هذا. هذه علبة فيها شي بلاستيكات نايلونات، تي شي علبة كاملة فيها وايد، تحطون النايلون هني داخل كذي بهذه الطريقة عشان بعد ما تخلصون خلاص تقطون هذه النايلون، وفي حق الاستخدام الثاني في علبة كاملة. أحلى لقطة. باي ونس، قد تشوفون يهبل. لحظة والبياض، ها شوفوا انا هني مو حاطة شي، شوفوا هني، شفتوا الفرق؟ شفتوا شلون يفتح البشرة؟ هني انا مو حاطة امبي، طاعوا الفرق عجيب. ولا الشعر يتبلل ولا ما ادري شنو، ها طاح الفرق، طاح الفرق اللون.